عملي ازاي؟ بتذاكر نظري عشان تعرف تحل عملي. في درس عندنا بيتكلم عن الاموال التي لا يجوز الحجز عليها. يقول لك العملي اموال يجوز الحجز عليها واموال لا يجوز الحجز. يا ابني ده درس في التنفيذ الجبري. طب قسما بالله بيجي نظري. وليكن مثلا الملكيه الزراعيه الصغيره خمس عبدنا الذين او اللي هما مش بيجوز الحجز عليهم يجوا نظري. الموضوع مش هنا. تاني لمره 30,000 عملي تنفيذ جبري يعني فهم عام للتنفيذ من الاول لحد الاخر. بغض النظر عن الملزمتين اللي في ايدك او الثلاث ملازم اللي معاك ايا كان الامر. تنفيذ جبري كتاب الدكتور اسامه المليجي ثلاث اقسام. القسم الاول بيتكلم عن حاجه اسمها مفترضات التنفيذ الجبري. القسم الثاني في الكتاب بيتكلم عن اجراءات التنفيذ الجبري. وانت فاكر نفسك لما يبقى عندك الاشياء اللي بيفترض وجودها عشان تطلب التنفيذ جبرا تقوم على طول تنفذ؟ ده لسه في خطوات وفي اجراءات بتمشي ايه؟ بتمشي عليها. اصل التنفيذ نوعين او ليه طريقين، في تنفيذ مباشر او في تنفيذ غير مباشر. وانت برضه رايح تنفذ، انت رايح على مواطن مصري. هو عارف ان انت معاك حكم والحكم نهائي ومن حقك تاخد البيت. هيديهولك؟ ولا هيجلس؟ يعني ما بيحطلكش شويه عقبات ماديه ولم العيال الصغيره بتوع المنطقه هتدفعوا عليك توب؟ فلازم بينازعك في عمليه التنفيذ، لازم بينازعك في عمليه. فبيظهر عندي الجزء الاخير اللي اسمه منازعات التنفيذ الجبري. والله والله منازعة التنفيذ الجبري ملهاش أي علاقة نهائي بالنزاع اللي أنت علشانه أخدته حكم بالتالي جاي تنفذ. يا ابني إحنا كنا متخانقين على الأرض، وأنت أستاذ أحمد خلاص أخدت حكم بملكية الأرض، فأنت أوريدي جاي بتتكلم في آخر مرحلة من مراحل الحصول على الحق جاي بتنفذ، قوم أنا أدي منازعة في عملية التنفيذ. فيظهر عندي الجزء الثالث اللي بيتكلم عن منازعات التنفيذ. كده الكتاب من اوله لحد اخره كان قسم ثلاث اقسام. القسم الاولاني بيتكلم عن حاجه اسمها مفترضات التنفيذ الجبري، الثاني اجراءات التنفيذ الجبري، الثالث والاخير بيتكلم عن منازعات التنفيذ الجبري. كلمه مفترضات التنفيذ الجبري يعني من المسمى. ان شاء الله ربنا كرمه بمحمود اعمله ازاز. ربنا كرمه بموبايل لو سمحت يعملوا سايلنت. بص يا اخوانا، التنفيذ الجبري زي ما انتم شايفين كده او زي ما انتم لسه هتشوفوا عايز ثلاث سنين، وانا مطلوب مني اشرحه في ست سبع محاضرات. خلي بالكوا ده جنان. يقول لك انا اشرح لك تنفيذ جبري في اربع خمس محاضرات والكلام ده اكيد بيكذب، اكيد بيكذب. رجاء بعد اذنكم لو سمحت ادوني فرصه اعرف اطلع فيها كل اللي عندي. ادوني فرصه اشتغل. فبعد اذنكم لو سمحت، لا حد يفتح الباب ويخرج ولا حد موبايله يرن، بلاش الكلام ده. نقعد ساعتين ساعتين ونص مع بعض، خلينا نتكلم بارتياح كده عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. تاني كمان مره، انا كده فاهم ان التنفيذ الجبري كتابي مقسم لثلاث اقسام. القسم الاولاني بيتكلم عن حاجه اسمها مفترضات التنفيذ الجبري. كلمة مفترضات التنفيذ الجبري يعني بيتكلم عن الحاجات الأشياء التي يفترض وجودها لدراسة تنفيذ جبري. من غيرها أصلاً ما تجيش تقعد معايا في القاعدة. ما تتكلمش معايا عن تنفيذ جبري في أي دولة. فمثلاً هنتكلم يمكن في تاني درس، مش أول درس يقابلني في القسم الأول، وهو الحق في التنفيذ. بناخد درس بيتكلم عن السبب المنشئ للحق في التنفيذ. هو انت فاكر ان انت عشان في ايدك حكم فانت هتروح تنفذ جبرا؟ انت فاكر علشان انت معاك حكم فانت هتقدر تنفذ الحكم بتاعك جبرا بالشكل الجبري؟ لا لا لا، لازم الاول يبقى عندك سبب ينشئ لك الحق في عملية التنفيذ. فما هو السبب الذي ينشئ لك الحق في التنفيذ؟ قبل ما نتكلم عن السبب اللي بيديك الحق في التنفيذ،
نفرق ما بين حاجة اسمها الحق في التنفيذ والحق في رفع الدعوة على المتضرر اللجوء إلى أي حد فينا يا جدعان من حقه يروح يرفع إيه؟ بس مش أي حد فينا من حقه يعمل الدخلة اللي عملناها من شوية. من شوية كنت بقول لكم أنا معايا الورقة اللي بتقول إن حقي بقى نهائي وخلاص، يعني من الآخر معايا سند اسمه السند. فرحت خبطت على إدارة تنفيذ الأحكام عشان أقابل مدير إدارة التنفيذ، عشان أتجه على معاون التنفيذ، محضر التنفيذ، فأدي إليه طلب علشان أقول له أنا ماشي ليا حق في التنفيذ الجبري، فيلا نروح ننفذ جبرا على الراجل المدين، فيلا نروح ننفذ جبرا على الراجل المدين. فلازم الأول يبقى عندك السبب اللي أنشأ ليك الحق في التنفيذ. أصل الحق في رفع الدعوة حاجة والحق في التنفيذ حاجة تانية. أي حد فيكم من حقه إن هو يرفع دعوة عادي جدا، بس مش أي حد فيكم من حقه إن هو يطلب استخدام أحكام التنفيذ الجبري قبل أن ينشئ له الحق في عملية التنفيذ. فما هو السبب الذي ينشئ لك الحق في التنفيذ الجبري؟ هو حصولك على ما يقال له بالسند التنفيذي. بالك بالك من الكلام اللي بيتقال. احنا اصلا عندنا سؤال في الامتحان بيقول هل تعتبر الاوراق الاتيه سندات تنفيذيه ام لا؟ هل تعد الاحكام او الاوراق الاتيه سببا ينشئ لك الحق في عمليه التنفيذ ام لا؟ السؤال هنا. اجابه السؤال ده في الامتحان جزء عملي هنا في الجزء الخاص بالسند التنفيذي. بس انت فاكر ان السند التنفيذي ده درس؟ ب 3340 درس. طيب ده دروس كتير قوي. احنا كده استقرينا على ان السند التنفيذي هو اللي بينشئ ليا الحق في عمليه التنفيذ الجبري. ولكن ما هي انواع السندات التنفيذيه؟ من غير سند تنفيذي تيجي تتكلم معايا في التنفيذ الجبري؟ اذا بالفعل هو درس في مفترضات الايه؟ حاجات بيفترض وجودها عشان نتكلم عن التنفيذ الجبري، فلازم يكون في ايدي سند تنفيذي. طب ما هي انواع السندات التنفيذيه؟ الحكم. غلط غلط. اقول حكم واسكت؟ احتمال يطلع غلط واحتمال يطلع صح. اقول لك حاجه، اشهر انواع السندات التنفيذيه واحد الاحكام. بس هل ده معناه ان الراجل اللي معاه حكم عمهان يقدر ينفذ جبرا؟ استنى بقى استنى. الحكم نوعين، اما ان يكون نهائي اما ان يكون غير نهائي. طب السؤال، هو امتى يا استاذ احمد الحكم بيبقى نهائي؟ لما ما يكونش قابل الطعن عليه بالاستئناف. ولا انت هتقول لي مثلا ان الحكم يبقى نهائي لما مش قابل الطعن عليه؟ لا، لان الحكم ممكن يقبل الطعن عليه بالنقض، ممكن يقبل الطعن عليه بالايه؟ بالنقض. يعني الحكم ممكن نعمل له نقض ومع ذلك برضه هو حكم نهائي، وبالتالي يبقى نهائي هو. اذا هو بيبقى نهائي في نطاق دراستنا علشان هو بيبقى غير قابل للطعن عليه. طالما ان الحكم مش قابل للطعن عليه بالاستئناف، اذا الحكم اصبح حكم ايه؟ طب انا عايز يعني استشير عقلك مخي. انا يا جدعان كنت واقف قدام الراجل الطيب ده في محكمه اول درجه، انا بقول له انا ملك الارض، وهو يقول لي لا انت مش ملك الارض. قدام اول درجه قدمت الدلائل والبراهين على اني ملك الارض، فالقاضي بتاع اول درجه قال لي روح هاني انت ملك الارض. زعل هو، استأنف. طب عمل استئناف قاضي درجه ثانيه قال له لا تمشي من هنا، الارض ملك هاني. يلا بقى هعمل حفله طيب علشان انا خلاص كده بقيت صاحب الارض، ولا ها العادي ايه؟ انفذ بقى العادي ان انا ابدا اجراءاتي دي. خلاص ما هو الحكم بقى نهائي غير قابل للطعن عليه من ايه؟ بالاستئناف. فالعادي والطبيعي ان انا ابدا انفذ. وعشان بمناسبه ان انا باخد الحكم واي حكم النهائي، فبدرس طريق اول للتنفيذ وهو النفاذ العادي. ده من اسمه نفاذ عادي، عشان انت بتتكلم فيه عن الحكم النهائي، انت بتتكلم فيه عن الحكم الغير قابل للطعن عليه بال. يبقى العادي والطبيعي بتاعه ان احنا هننفذ. طيب ده معناه بقى يا عم هاني ان الحكم لما يكون غير نهائي يبقى ما تجيبش سيره النفاذ العادي. كلامك مظبوط. الحكم لما يبقى مش نهائي ما نجيبش سيره النفاذ العادي. بس استنى، انا والراجل ده برضه في نفس القضيه بقول له انا ملك، قدمت الدلائل والبراهين
فالقاضي حكمني بالملكية. قدمت الدلائل والبراهين، فالقاضي حكمني بالملكية. المشرع بتاعنا المصري استشعر ان الراجل المحكوم له متوافر او قد يتوافر بالنسبة له حالة من حالات الشلل، اللي هو لو اتأخر في عملية التنفيذ هياكله ديزل هيموت. فجنب طريق النفاذ العادي اخترع طريق تاني للنفاذ اسمه النفاذ المعجل، اسمه النفاذ. طبعا حالات الشلل هي حالات النفاذ المعجل اللي لسه هنتكلم عنها بالتفصيل. المهم كده ان انا درست نفاذ عادي ونفاذ معجل ليه؟ اشهر درسين في التنفيذ الجبري دول، كل الناس جايه تاخد نفاذ عادي ونفاذ معجل، هيمشي ازاي؟ اشهر درسين في التنفيذ الجبري نفاذ عادي ونفاذ معجل. لازم تفهم ان احنا بندرس النفاذ سيان عادي او معجل بمناسبه ان احنا بندرس حاجه اسمها الاحكام، اللي هو اول واهم انواع السندات التنفيذيه. لما يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه بالاستئناف اوريدي يبقى هننفذ نفاذ عادي. اما لو كان الحكم مش نهائي الطبيعي والعادي ما يتنفذ الا اذا كان المحكوم له متوافر بالنسبه له حاله من حالات النفاذ المعجل، فساعتها يسلك طريق التنفيذ المعجل. يبقى في حاجه اسمها نفاذ عادي ونفاذ ده انا بدرسه بمناسبه ان انا بدرس حاجه اسمها اللي هي اول واهم انواع السندات. بس هل ده معناه ان مفيش حد بيروح لاداره التنفيذ الجبري الا لما يكون معاه حكم؟ لا استنى، ده انا عندي سندات تنفيذيه كتير غير الاحكام. عندي مثلا حاجه اسمها المحررات الموثقه، وهناك فارق بين المحرر الموثق والسند الرسمي. والله السند الرسمي ما هو السند التنفيذي يا مستر، ما تهزرش. السند الرسمي اللي ما بيكذبش، اللي عامل الموثق العام اللي الدوله بتوليه الثقه، يعني الكلام ما فيش هزار. ايوه يا عم ماشي، بس هو مش سند تنفيذي. المشرع لما اتكلم عن السندات التنفيذيه اتكلم عن المحرر الموثق اللي هو رسمي برضه، ولكن زيد عليه انه موثق. زمان كان عندي جهتين في مصر بيعملوا عمليه التوثيق، كان عندي المحاكم الشرعيه ومكتب التوثيق اللي بيبقى جوه الشهر العقاري. دلوقتي مفيش حاجه اسمها محاكم ايه؟ شرعيه. اذا فبقي لدينا مكاتب الايه؟ التوثيق. اذا الحكم يبقى او اسف المحرر يبقى موثق لما يبقى طالع من عند الموثق. في فرق ما بين السند الرسمي والمحرر الموثق، في فرق. في فرق ما بين السند الرسمي والسند العرفي، في فرق ما بين السند الرسمي والسند المسجل، الاوراق العرفيه المسجله، كل الكلام ده انا ماليش علاقه بيه. اللي بيعتبر سند تنفيذي ويديني الحق في التنفيذ هو المحررات الموثقه. بالاضافه الى ذلك ثلاثه، الاوامر بكافه انواعها، اوامر على عرائض، اوامر اداء، اوامر تقدير، رسوم قضائيه، اتعاب خبير، اتعاب محامي. الاوامر بكافه انواعها تعتبر سندات تنفيذيه تنشئ لك الحق في عمليه التنفيذ. حكم محكمه التحكيم، احكام المحكمين، طبعا لما بيتوافر فيها شكل معين او شروط معينه بتعتبر سندات تنفيذيه وتقدر تروح بيها على اداره التنفيذ الجبري. كل الكلام ده انا بدرسه بمناسبه ان انا بدرس حاجه اسمها السند التنفيذي. فبناخد انواع السندات التنفيذيه اللي هتنشئ ليا ان شاء الله الحق في عمليه التنفيذ. اذا اول درس يقابلنا في القسم الاولاني وهو مفترضات التنفيذ الجبري ان انا بدرس حاجه اسمها السندات التنفيذيه. بعد ما نخلص دراسة السندات التنفيذية، في حاجة اسمها تنفيذ جبري من غير إدارة تنفيذ، في حاجة اسمها تنفيذ جبري من غير قاضي يحل لي الخناقات بتاعت التنفيذ، في حاجة اسمها تنفيذ جبري من غير منفذ، من غير منفذ ضده، من غير محضر، من غير معاون التنفيذ. ما ينفعش بندرس بالإضافة إلى السندات التنفيذية أشخاص خصومة التنفيذ. إدارة التنفيذ وقاضي التنفيذ ومعاون التنفيذ والمنفذ والمنفذ ضده، هم دول الناس اللي بيظهروا لي في عملية تنفيذ الأحكام. في حاجة اسمها تنفيذ جبري من غير منفذ؟ في حاجة اسمها تنفيذ جبري من غير قاضي تنفيذ؟ ما هو أوريدي وأنا رايح بعمل تنفيذ لازم تلاقي الواد المنفذ ضده بينازع في عملية، بل إن الغير ممكن ينازع في عملية يجوز. ما هي كل ممتلكات المدين بيجوز الحجز إيه؟ عليها. بس في حاجة اسمها أموال تم استثنائها فلا يجوز الحجز عليها. في أموال تم استثنائها فلا يجوز الحجز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اول قسم في التنفيذ الجبري اسمه مفترضات التنفيذ الجبري، يعني الحاجات اللي بيفترض انها تكون موجوده عشان يبقى في حاجه اسمها تنفيذ جبري. بنبدا ندرس السبب اللي بينشئ الحق في التنفيذ، يعني بندرس حاجه اسمها السند للتنفيذ. بمناسبه دراسه السند فهناخد الاحكام، ناخد المحررات الموثقه، ناخد الاوامر، ناخد احكام محكمه التحكيم، وننتقل بعد كده لدراسه اشخاص خصومه التنفيذ الجبري، مدير اداره التنفيذ، اداره التنفيذ، قاضي التنفيذ، محضر التنفيذ، المنفذ، المنفذ ضده، واخيرا محل التنفيذ الجبري. في حاجه اسمها تنفيذ جبري من غير ما يكون عندك اموال؟ انت راجل مديون ب 100,000 بس لا تمتلك الا اللي مش اي حاجه، معوش اي حاجه، اخرنا معاه نحبسه؟ هنعمل له ايه؟ طب ناخد صوابه؟ ما هو ما عندوش اموال يا جوز الحجز ايه؟ عليها، ما عندوش حاجه. فلازم علشان تتكلم عن تنفيذ جبرا لازم يكون في محل للايه؟ للتنفيذ. فناخد الشروط اللي لازم تتوافر في المال اللي هينفع يكون محل تنفيذ، وناخد شويه الاموال التي لا يجوز الحجز. طب فكرك يا اسامه ما ناخدش ليه الاموال التي يجوز الحجز عليها؟ هتهزر؟ ما هي كل الاموال اللي بيمتلكها المدينه يا استاذ هاني بينفع ان احنا نحجز ايه؟ عليها، عشان كل اموال المدينه ضامنه لكل ديونه الا ما استثني بنص خاص، عشان كده بناخد اموال لا يجوز الحجز. ادي القسم الاولاني اللي بيتكلم عن حاجه اسمها مفترضات التنفيذ الجبري. اختصارا للوقت، اختصارا للوقت، بلاش نحكي القسم الثاني جواه ايه، وبلاش نحكي القسم الثالث جواه ايه، خلينا بس ماسكين في الجزء الاولاني اللي بيتكلم عن مفترضات التنفيذ بس بمنتهى الاختصار. انت عرفت الحاجات اللي لازم تكون موجوده عشان نتكلم في التنفيذ؟ اوعى تكون فاكر ان التنفيذ لقطه. لا لا، معايا حكم نهائي، الله نفذت. لا اكيد لا، في اجراءات ابسطها. اول الاجراءات اللي لازم تتخذ هي او اعلان السند. قول للمدين بتاعك ان انت بقى معاك سند تنفيذي، قول للمدين ان انت بقى معاك سند، وكلفه بالوفاء الاختياري، يمكن نريح السلطه العامه وما نضطرش نعمل تنفيذ ايه؟ جبري. وبعدين بيختلف التنفيذ، انت هتنفذ على منقول ولا هتنفذ على، وبعدين بيختلف التنفيذ، انت هتعمل تنفيذ مباشر ولا تنفيذ غير مباشر. يعني عايز تقبض على ال 28 السماوي دي لو موجوده، لو مش موجوده يبقى تنفذ بطريق الحجز. طب لما تيجي تعمل حجز، هل هيبقى حجز تحفظي ولا حجز تنفيذي؟ فما هي اجراءات الحجز التحفظي؟ ما هو شروطه؟ ما هو محله؟ ايه اجراءات الحجز التنفيذي؟ دي اجراءات بناخدها عشان نقدر ننفذ. اخيرا وانت رايح تنفذ تبص تلاقي واحد بيقول لك ان الاموال اللي انت حجزت عليها دي، المنقولات دي، انا عايز استردها، عشان المدين مش المالك، ده انا المالك. فبيرفع دعوى استرداد المنقولات، فيقابلك منازعه في عمليه التنفيذ. سيبنا من القسم الثاني والثالث، خلينا في القسم الاول اللي بيتكلم عن مفترضات التنفيذ الجبري. الناس اللي اول مره تشوفني، انا ما شرحتش حاجه، انا كل اللي عملته ان انا كنت بحاول افتت الكتاب قدامك. سؤال رقم واحد في ملزمة القسم الأول. سؤال رقم واحد في ملزمة القسم الأول. قبل ما نشتغل عشان الموضوع يبقى فيه وضوح اكتر، قبل ما نشتغل عشان الموضوع يكون فيه وضوح اكتر، بعت لي بنوتة في حد، وبالاخص الناس اللي اول مره تحضر تنفيذ جبري،
عنده أي سؤال أياً كان شكله، أياً كان شكله له علاقة بالتنفيذ الجبري عشان نبدأ نشتغل في حد، وبالأخص الناس اللي أول مرة تحضر تنفيذ جبري، عنده أي سؤال له علاقة بالتنفيذ الجبري؟ أيوة أنت. مفيش أسئلة؟ خلاص خلاص مفيش أسئلة، عايز تسحي بس. لسه يومنا طويل. المفترض إن إحنا بادئين بدراسة القسم الأول اللي بيتكلم عن المفترضات. مفترضات التنفيذ يعني الحاجات اللي بيفترض وجودها عشان نيجي نتكلم مع بعض في التنفيذ الجبري. أول حاجة لازم تكون موجودة عشان ندرس تنفيذ جبري، لازم تعلم إن أنت بتتعامل مع واحد قد نشأ له الحق في التنفيذ. أنا واحد حصلت على حكم من المحكمة، هل ده معناه إن أنا نشأ لي الحق في التنفيذ؟ يا عم استنى، لازم الحكم اللي معاك ده يتسمى سند تنفيذ. يا أخوانا مفيش حاجة اسمها تنفيذ جبري من غير السند. طب سريعا كده القصة، بتدرس تنفيذ جبري علشان تبقى انت واقف في اخر مرحلة من مراحل الحصول على الحق. اشهر انواع السندات الاحكام. اي حكم بيبقى سند تنفيذي، استنى، حسب طريق التنفيذ اللي هتتبعه اللي هينص عليه المشرع. العادي والطبيعي ان انت بتنفذ الحكم النهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. انما لما يكون حكمك مش نهائي، العادي والطبيعي ما يتنفذ. بس خد بالك من نقطه قبل ما نشتغل وقبل ما نتكلم. الاحكام عندي انواع. الاول انا بدرس احكام التنفيذ الجبري كجزء في احكام قانون المرافعات المدنيه والتجاريه. احنا بندرس احكام تنفيذ جبري، قانون التنفيذ الجبري، القانون اللي بيديني القواعد بتاع تنفيذ الاحكام بالشكل الجبري، اللي هو اصلا موجود ده فين؟ في احكام قانون المرافعات المدنيه والتجاريه. يعني انا بكلمك عن حكمك المدني وبكلمك عن حكمك التجاري. اصل في حاجه اسمها الحكم الاداري اللي بيصدر عن القضاء ممثل في مجلس الدوله المصري. قضاء اداري طلع حكم اداري. احنا بندرس تنفيذ جبري عشان تنفيذ الحكم الاداري ولا اعرف ايه ده؟ معناها كده ان الحكم الاداري مش بيتنفذ؟ يا عم ما تهزرش، هيتنفذ ان شاء الله، بس انا ما اعرفش. انا باخد تنفيذ جبري عشان تنفيذ الاحكام المدنيه. انا باخد تنفيذ جبري عشان تنفيذ الاحكام المدنيه. حكم اداري مالناش علاقه بيه. حكم اجنبي ده دولي خاص بقى. واحده اتطلقت قدام القاضي الفرنسي وجايه عايزه تتجوز في مصر، فمحتاجه تقرر تنفيذ او تقرر نفاذ حكمها اللي خدته من القاضي الفرنسي في مصر. حكم اجنبي مش علاقه. ده في تقرير النفاذ وفي مدى انتاج الحكم الاجنبي الاصل وخارج الدوله صدر باسمها الحكم. ده دولي خاص بتاع امبارح. انا بدرس تنفيذ جبري عشان الحكم المدني مش عشان الحكم الاداري ولا عشان الحكم الاجنبي ولا كمان عشان الحكم الجنائي. عيل معفن بيتاجر في المخدرات فخد حكم من المحكمه بالحبس 3 سنين. هربان. خش الاسم تلاقي اداره تنفيذ الاحكام الجنائيه. هما يقعدوا يدوروا عليه، احنا مالنا؟ ماليش علاقه. ما تعرفش الشعب بيتنفذ ازاي؟ وانا مالي؟ انا بدرس تنفيذ جبري كجزء من احكام قانون المرافعات المدنيه فانا بدرس تنفيذ جبري عشان تنفيذ الحكم الصادر من القاضي العادي. فانا بدرس تنفيذ جبري عشان تنفيذ الحكم الصادر من القاضي العادي. القاضي العادي اللي بينظر المنازعات المدنيه التجاريه. فالحكم مدني. فالحكم مدني، اداري، ماليش علاقه. جنائي، ماليش علاقة. أجنبي، ماليش علاقة. طب استنى، سمسم أخد حكم من المحكمة بإن سيد بابا، سيد ده يبقى أبوه، وفلانة أخدت حكم من المحكمة بتطليقها، وهاني أخد حكم من المحكمة بإن ياخد 100,000 جنيه من الواد أسامة. الحكم هو كمان 3 أنواع على حسب نوع الدعوة. الدعوة إما أن تكون دعوة إنشائية، إما تقريرية، إما إلزامية. أنا هقول لك المعنى وأنت هتفهم. الحكم الإلزامي هو الحكم الذي يلزم المدين بأجره. ما بتكلمش في حاجة في المسامة خالص. حكم إلزامي بيلزم المدين يدفع 100,000 جنيه. حكم إنشائي فهو أنشأ مركز قانوني جديد.
في واحده وقفت قدام القاضي ورفعت دعوه تطليق، والقاضي قال لها روحي يا بنتي وانت طالق خلاص بقيتي حره. هل هي كده طالق من ساعه من لحظه صدور الحكم، ولا طالق من ايام ما كانت ثانوي عام؟ اكيد طبعا هي اتطلقت من بس لحظه صدور الحكم. فهذا الحكم انشا لها مركز قانوني جديد عايزه تنفذ حكمها. يعني امشي في الشارع اقول انك اتطلقتي، ما خلاص اتنيلت اتطلقتي، انفذ ايه؟ واحد اخد حكم ان فلان الفلاني اللي كان رافع عليه قضيه حق عيل معفن رافع قضيه على ابوه طالب الحجر عليه عشان بابا مجنون، فاخد حكم بالجنون، فعايز انفذ ان بابا مجنون بقى. بابا مجنون، مجنون حكم تقرير، اسف، حكم انشائي، انشا مركز قانوني جديد، هو مجنون من لحظه صدور الحكم بالحجر عليه، صح ولا انا غلطان؟ عايز انفذ، تنفذ ايه؟ سمسم اخد حكم على فلان سايق انه باباه، دعوه ثبوت النسب، سايق بقى بابا، طب انا عايز انفذ ان سايق بابا بقى، خليه ياخدك واديك المول طيب؟ ما خلاص؟ ما خلاص؟ الحكم هنا حكم ايه؟ تقريري، اصل هو قرر مركز قانوني كان موجودا من قبل. ايوه ما اكيد يا سمسم ده مش باباك من النهارده، اكيد باباك من ساعه ما اتولدت، فهو حكم قرر مركز قانوني كان موجود. احنا بندرس تمييز جبري عشان الالزامي ولا التقريري ولا الانشائي؟ الالزامي، حكم بيلزم فلان بكذا، فانا اقول لفلان لو سمحت يا فلان اديني 100,000 جنيه اختيارا اهو، وفلان اعني مش عايز يدفع، خلاص والمصحف بقى اروح لاداره التنفيذ الجبري وهي تتولى عمليه الايه؟ التنفيذ. مفترضات التنفيذ الجبري، بنبدا ندرس السبب اللي بينشئ الحق في التنفيذ. أول حاجة أو السبب اللي بينشئ الحق في التنفيذ هو حصولك على سند تنفيذي. أشهر أنواع السندات التنفيذية هو الأحكام. لما أروح ناحية العقل وأقول لك أنهي حكم يا ابني اللي بينفع يكون سند تنفيذي، فنبدأ ننفذه ونبدأ ناخده على عربية نص نقل ونروح بيها عند إدارة التنفيذ تساعدني على التنفيذ. هيقول لي طبعا هو الحكم النهائي غير قابل للطعن عليه بالا، حكم نهائي ما يقبلش الطعن عليه بالاستئناف، حكم نهائي ما يقبلش الطعن عليه بال. ايوه ده علشان احنا بناخد طريق التنفيذ اللي اسمه النفاذ العادي، بس والله العظيم والله زي ما في حاجه اسمها نفاذ عادي هي خاصه بالاحكام النهائيه التي لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف، في حاجه اسمها نفاذ معجل. هنقعد كتير قوي نتكلم في النفاذ العادي والنفاذ الايه؟ اوعى تنسى ان انت بتاخد نفاذ عادي ونفاذ معجل بمناسبه ان انت بتدرس الاحكام اللي هي اول واهم انواع السندات الايه؟ التنفيذيه. وبعد ما نخلص كلامنا كتير عن النفاذ العادي والنفاذ المعجل هنرجع نكمل انواع السندات الايه؟ التنفيذيه. الناس بيتعبها في التنفيذ الجبري طويل. ايوه موضوعاته كتير، صح؟ انت بقى عشان ما تحسش بده او ما تملش منه وانت بتذاكر لازم تبقى مقسم وفاهم الدنيا ماشيه ازاي. انا بقول دلوقتي يا ناس ان انا هشرح نفاذ عادي ونفاذ معجل، طب انت ليه بتشرح نفاذ عادي ومعجل؟ اصل انت بتشرح اول انواع السندات التنفيذيه اللي اسمها والاحكام فعلا نوعين، اما ان تكون احكام نهائيه اما ان تكون احكام غير. لما يبقى الحكم نهائي فيتنفذ نفاذ عادي، لما الحكم يبقى مش نهائي لا ما نقولش يتنفذ معجل، نقول لما يتوفر بالنسبة له حالة من حالات النفاذ المعجل، إن شاء الله يبقى يتنفذ معجل، بس يتوفر الأول حالة من حالات الشلل. لازم الأول يكون عندك حالة من حالات النفاذ المعجل، اللي إحنا هنفهم منها أو من دراستها إن تأخير التنفيذ فيها هيترتب عليه ضرر جسيم، وإحنا إن شاء الله ما يرضيناش الضرر الجسيم للراجل المحكوم له. فلما المحكوم له يتوفر بالنسبه له حاله من حالات النفاذ المعجل هيبدا ينفذ الحكم بشكل ايه؟ معجل. السؤال اللي هقراه معاك دلوقتي هو السؤال الاول في الملزمه وجيب نفس الطريقه كده في امتحان. السؤال اللي هقراه معاك دلوقتي هو السؤال الاولاني عندنا في ملزمه القسم الاول وجيب نفس الصيغه دي في الامتحان. الناس تفهم السؤال عشان نعرف القصه ماشيه ازاي. يقصد بالنفاذ العادي، يقصد بالنفاذ العادي للأحكام أن الأحكام الحائزة على قوة الأمر المقضي، أي الأحكام التي لا يقبل الطعن عليها بالاستئناف،
هي التي تقبل تنفيذها جبرا. صح صح. فيش لسه سؤال. استاذ الدكتور بيقول ان اللي مقصود بالنفاذ العادي ان الحكم الحائز على قول الامر المقضي اللي هو الحكم اللي مش قابل الطعن عليه بالاستئناف هو اللي بيقبل تنفيذه جبرا. مظبوط. اشرح هذه العباره. طيب حاضر، هبدا اقول لك ان القاعده العامه فعلا ان الحكم النهائي الغير قابل للطعن عليه بالاستئناف هو اللي بيتنفذ جبرا، هو اللي بيتنفذ، وهذا هو طريق النفاذ العادي، وهذا هو طريق النفاذ. اذا لما اسال اي حد في الناس اللي موجوده يعني ايه نفاذ عادي؟ هيقول لي النفاذ العادي ده الطريق اللي بننفذ بيه الاحكام الحائزه على قوه الامر المقضي. طب ايه هو الحكم الحائز على قوه الامر المقضي؟ هو الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف. لوبي سؤال مش هنا، لوبي سؤال مش هنا. الاول عشان كل الناس بيبقى عندها مفهوم خطا كده، انت عارف ان التنفيذ الجبري فيه نفاذ عادي ونفاذ ايه؟ فانا اسال ما هي القاعده الاصليه في التنفيذ؟ ايه القاعده العامه في التنفيذ؟ نفاذ. يبقى الاستثناء ايه؟ معجل. غلط غلط. اوعى تكون فاكر ان القاعده العامه تنفيذ عادي والاستثناء نفاذ معجل. بص بص بص، احنا بنتكلم عن حكم، خلاص انسى بقى نفاذ ايه؟ معجل. احنا بنتكلم دلوقتي عن حكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. يبقى القاعده العامه ان احنا نبدا تنفيذ، الاستثناء هو وقف عمليه التنفيذ. اذا القاعده العامه في النفاذ العادي ان الاحكام الحائزه على قوه الامر المقضي هي التي يقبل تنفيذها، والاستثناء هو وقف تنفيذها. مش العادي يا جدعان لما يكون معايا حكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف ابدا ايه؟ انا لما يقول لي لا معلش انت مش هتنفذ، يبقى هذا هو الايه؟ الاستثناء. يبقى القاعده العامه نفاذ عادي واستثناءها وقف تنفيذ. طب اخطب بس الحته بتاعت وقف التنفيذ. الراجل دلوقتي اللي بينفذ نفاذ عادي هو الراجل اللي اخذ حكم مبدا فيجو منين؟ الواد اللي بيتنفذ نفاذ عادي هو الراجل اللي اخذ حكم منين؟ يعني واحد معاه حكم ايه؟ بس معلش حقك عليا، والله العظيم ثلاثة ممكن يطلع الحكم من أول درجة ومع ذلك يعد نهائي. اه والله اه والله. طب إيه رأيك في الحكم اللي طالع من عند محكمة النقض؟ الله تتهزر؟ ده نهائي 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 يعني. ده أنا بكلمك عن الحكم اللي طالع من عند الاستئناف حكم إيه؟ وهقول لك على بعض الحالات اللي فيها الحكم يطلع من أول درجة ومع ذلك يكون. فما بالك بالحكم اللي طالع من عند محكمة النقض؟ فما بالك بالحكم اللي طلع من عند محكمة التماس إعادة النظر؟ بعد النقض في حاجة كده يعني نفس أخير اللي هو تروح عند محكمة التماس إعادة النظر. لو سمحت أنا بلتمس لسيادتكم إن أنتوا تبصوا لي في القضية يعني، بس في حاجة كده. طب إيه رأيك الحكم اللي طلع من عند محكمة الالتماس ما يبقاش نهائي؟ يا ابني أنت مجنون؟ طب أقول لك حكم الدرجة الثانية بيكون إيه؟ فما بالك بحكم الدرجة؟ ما عنديش ثالثة وما عنديش رابعة يا ابني، التقاضي على درجتين، يا درجة أولى يا درجة ثانية. إحنا اتفقنا إن النفاذ العادي ده الطريق بتاع التنفيذ بتاع الأحكام اللي هي حائزة على قوة الأمر، يعني الأحكام النهائية. لسه هناخد بقى الأحكام اللي طالعة من عند محكمة الدرجة الأولى، والأحكام اللي طالعة من عند محكمة الدرجة الثانية، والأحكام اللي طالعة من محكمة النقض، والأحكام اللي طالعة من محكمة التماس إعادة النظر. دول أربع أنواع من الأحكام، والله هكلمك عن امتى وصفها يكون نهائي وبالتالي يتنفذ نفاذ عادي. فبيستنى الراجل اللي معاه حكم مش قابل للطعن عليه بالاستئناف. مين اطراف الخصومه؟ هاني ومحمد محسن. انا دلوقتي يا ناس اخذت حكم من المحكمه بان انا استلم منه 100,000 جنيه. ما عجبوش الكلام. راح عمل استئناف. القاضي قال له شد ياض. هاني هياخد 100,000 جنيه. اصبح حكم حكم نهائي غير قابل للطعن عليه بال. هبدا ايه؟ انفذ. اه ماشي هاني امشي في اجراءات الايه؟ وانت فاكر التنفيذ نقطه؟ ما احنا قلنا الباب التاني بيتكلم عن اجراءات الايه؟ اثناء ما انا بتاكس اجراءات التنفيذ الراجل الطيب ده مش من حقه يروح محكمه النقض. افرض كان الحكم فعلا بيخالف القانون وعيل جامد بنى نقضه على اسباب قويه سيقبل النقض. طب بالمناسبه لو سمحت يا محكمه النقض وقفي لي عمليه الايه؟ لحد ما تشوف القصه هتمشي ازاي؟ وارد الكلام ده يحصل؟ اذا هذا هو الاستثناء على النفاذ العادي. يبقى الاصل
تنفيذ الحكم بشكل عادي لما يكون الحكم حكم نهائي. الاستثناء هو عملية وقف التنفيذ. طيب نسمع السؤال كله من أوله لحد آخره. يقصد بالنفاذ العادي، يقصد بالنفاذ العادي للأحكام أن الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي، أي الأحكام التي لا يقبل الطعن عليها بالاستئناف، هي الأحكام التي يقبل تنفيذها جبرا. اشرح هذه العبارة موضحا الأحكام التي تعتبر سندات تنفيذية وتكون صادرة من محكمة الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو النقض أو التماس إعادة. أو محكمة التماس إعادة النظر. وبعد كده اشرح الشروط اللي لازم تتوافر عشان يقبل طلب وقف التنفيذ الذي يبدأ أمام محكمة النقض. بصوا يا ناس، والله بالنسبة للقاعدة العامة العبارة اللي الدكتور عايز نشرحها هي شرحها نفسها. فعلا النفاذ العادي ده طريق تنفيذ الأحكام الحائزة على قوة الأمر المقضي، أي الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف. الجزء الثاني من السؤال، الجزء الثاني قال لي اشرح هذه العبارة موضحا إيه بقى؟ موضحا إيه؟ موضحا السندات التنفيذية، موضحا الأحكام التي تعد سند تنفيذي حينما تكون صادرة من أول درجة. بصوا على البورد كده يا إخوانا، آدي محكمة أول درجة طالع من عندها حكم، آدي محكمة تاني درجة طالع من عندها حكم، آدي محكمة نقض طالع من عندها حكم، أختها على طول محكمة التماس إعادة النظر هي كمان طالع من عندها حكم. مش ده الكلام اللي مكتوب عندنا في السؤال؟ هذه المحاكم يا جدعان اللي بيطلع من عندها أحكام، إما أن تكون محكمة درجة أولى، إما أن تكون محكمة درجة ثانية، إما أن تكون محكمة نقض، إما أن تكون محكمة التماس إعادة نظر. القاعدة العامة واحدة، إن الحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف هو اللي بيتنفذ جبر. الحكم النهائي اللي مش قابل الطعن عليه بالاستئناف هو الحكم اللي بيتنفذ جبرا. عارف الناس ممكن يقعوا أو يقعوا في خط إمتى؟ لما أقول لك إن الحكم بتاع أول درجة يتنفذ بالطريق العادي. إزاي بقى؟ حكم أول درجة يتنفذ بالطريق العادي إزاي؟ مش لازم يكون الحكم نهائي؟ معلش، هقول لك شوية حالات فيها الحكم يبقى طالع من أول درجة ومع ذلك بيكون نهائي وغير قابل للطعن عليه بالاستئناف، وبالتالي بيتنفذ إيه؟ جبر ونفاذ عادي. مثلا يعني أبسط الأمثلة، أنا أخدت حكم ضدك وأنت من حقك تستأنف، بس بتستأنف خلال فات الميعاد. فات الميعاد، إذا الحكم أصبح حكم إيه؟ نهائي، وبالتالي يتنفذ بالطريق الإيه؟ العادي. خلي بالك السؤال مش هنا، السؤال بتاع الدكتور مش هنا، السؤال بتاع الدكتور يوضح اكتر في الحكم اللي بيطلع من عند الدرجه الثانيه. انا والاستاذه منال واقفين قدام محكمه اول درجه، انا حصلت على حكم وده الحكم اللي صدر من عند اول درجه. الاستاذه منال ما عجبهاش الكلام، راحت عملت استئناف. فاحنا دلوقتي واقفين قدام محكمة الدرجة الثانية، فمحكمة الدرجة الثانية هي كمان ادتنا حكم. طبعا انت بما انك بتتكلم عن حكم طلع من عند الدرجة الثانية، اذا فهو حكم نهائي فتنفيذه بيبقى بالطريق العادي عشان هو اصبح حكم حائز قوة الامر المقضي. عارف السؤال فين؟ ركز كده في السؤال كمان مره معلش. الدكتور عايز يوضح ايه الحكم اللي هيتقال عليه سند تنفيذي، هل هو حكم اول درجه ولا هل هو حكم تاني؟ حكم اول درجه قال لي خد من منال 100,000، حكم تاني درجه قال لي صح تاخد منها 100,000، حكم اول درجه قال لي خد من منال 100,000، حكم تاني درجه قال لي لا كفايه 80,000. المهم ده حكم تاني درجه نهائي وغير قابل للطعن عليه بالاستئناف، اذ ربما اول درجه تاني درجه يأيد اول، وممكن تاني درجه يرفض او يعدل اول. انهي ورقه هتاخدها معاك في التاكسي الابيض
وانت رايح عند اداره التنفيذ. اني ولا لا تعد سنه تنفيذي مش عايز اجابه. يا احوال يا احوال الاثنين مع بعض. في ناس اختلفت مع بعض، بعض الفقهاء قال لك نعتمد على اول درجه، والبعض الاخر قال لي لا تاني درجه، والدكتور قال لهم يا جماعه احنا ممكن نحتاج الحكمين ايه؟ مع بعض. فالنقطه الخلافيه مش هيك. انا عايز اوصلك معنى السؤال قبل ما اشرح. سيد الدكتور كان بيتكلم عن النفاس العام. سيد الدكتور كان بيتكلم عن النفاس. طيب استاذ تعرف ايه هو النفاس العادي؟ ما هو النفاس العادي؟ كلام ما يتكتبش، عايز كلام بيني وبينك. يعني انت بتتكلم عن الطريق اللي هنمشي فيه عشان ننفذ الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف. ما تقولش طعن وتسكت. حكم حائز لجود الامر المقضي، يعني حكم مش قابل الطعن عليه بالاستئناف، هو الذي يتم تنفيذه بالشكل العادي. ايه ده؟ طب الحكم اللي مش بيقبل الطعن عليه بالاستئناف اللي بيتنفذ نفاذ عادي بيبقى طالع منين؟ كل دول اول درجه، ثاني درجه، نقض، التباس اعادي نظر. عارف انت لو بتتكلم عن حكم نهائي طالع من عند محكمه اول درجه ما عنديش مشكله، هو حكم واحد فهو ده اللي هيعدي سنه ايه، بس اهم حاجه يكون حكم نهائي. طب تعالوا نتكلم في الاول عن الاحوال اللي فيها الحكم يبقى طالع من عند اول درجه ومع ذلك يكون حكم نهائي. ابسط هذه الاحوال، الراجل المستأنف المحكوم عليه عدى عليه ميعاد الاستئناف من ساعة ما أعلن بالحكم وهو ميعاد 40 يوم، وهو ميعاد 40 يوم، أو تم الاتفاق بين الخصمين. هو لازم أي اتنين يبقوا خصوم في قضية يشتموا بعض شتيمة وحشة؟ أنا ومحمد محسن واقفين قدام بعض في قضية، إحنا مش عارفين نحل مشكلتنا. طب يا محسن هنروح قدام القاضي والقاضي هيفسد في المشكلة وكلامه نهائي. ماشي يا محسن؟ قال لي ماشي يا عم هاني. خلاص كده الحكم أصبح حكم. فأجاز القانون الاتفاق بين الخصمين على أن يكون الحكم النهائي رغم صدوره من الأول فيتنفذ نفاذ عادي. طيب حاجة يمكن أنتم مش فاهمينها من سنة تالتة. المحكمة الابتدائية بتختص بمصدر الدعوة إمتى؟ القضية قيمتها أكبر من 40,000 جنيه، ده بعيد عن الاختصاص النوعي. في قضايا كده أيا كانت القيمة بتروح ابتدائية زي شهر الإفلاس. وفي قضايا كده ايا كانت القيمه بتروح جزئيه، ايا كانت القيمه زي تعيين الحدود والتقسيم بتاع الارض الزراعيه، تقسيم ارض تروح عند محكمه جزئيه عادي سهله. بعيد عن الكلام ده، في حاجه اسمها النصاب الانتهائي. والله ما ليها اي علاقه تماما باختصاص قيمي. انا كنت بسال الاستاذه هبه بقول لها هو 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 المحكمة الابتدائية بتختص بنظر النزاع امتى؟ قالت لي اختصاص قيمي لما تبقى الدعوة قيمتها أكتر من 40,000 جنيه. طب والجزئية تختص امتى؟ قالت لي اختصاص قيمي لما تبقى الدعوة قيمتها أقل من 40,000 جنيه. صح كده؟ قيمتها لا تزيد عن 40، يعني 40 أو أقل جزئية. زادت عن 40 بجنيه راحت ابتدائية. ده توزيع الاختصاص ها؟ ده توزيع. في حاجة اسمها النصاب الانتهائي. في حاجة اسمها النصاب. بصوا يا جدعان، المحكمة الجزئية أنا عارف إن هي بتختص بالدعاوى اللي قيمتها ما تزيدش عن، بس والله أراضي المشرع تحجيم القضايا بين المتخاصمين، فقال إن في نصاب عنده المحكمة الجزئية حكمها بيبقى نهائي، فإن لم تتعداه يكون حكمها نهائي. سقف النصاب الانتهائي بتاع المحكمة الجزئية مكتوب في كتاب التنفيذ 2000 جنيه. أنا أعلم إن حصل تعديل وأصبح النصاب النهائي بتاع المحكمة الجزئية 5000 جنيه. عشان كده دايماً القاضي الجزئي لما يجي يحكم في قضية هي قيمتها 5 يقول له إيه؟ حكمنا بـ5 وجنيه. عشان يدي الفرصة للمحكوم عليه إنه يعمل إيه؟ يعمل استئناف، عشان يدي الفرصة للمحكوم عليه إنه يعمل استئناف. معنى كده ان الحكم بتاع الدعوه لو قيمته لم تتجاوز، ان كان صادر من محكمه جزئيه، ان لم يتجاوز 5000 جنيه اذا فهو لم يتعدى النصاب، اذا فهو نهائي وغير قابل للطعن عليه بالاستئناف. المحكمه الابتدائيه نصابها الانتهائي 10000. اختصت بقضيه. طب ازاي يا مستر هي بتختص بالدعوه اللي اكتر من 40
اختصاص القيمي حاجه وقيمه الحكم في الدعوه، وبعدين المحكمه الابتدائيه لما بتختص بحاجه وانت تعدل طلباتك ما بتنزلش للجزئيه، هي الماما هي الكبير، الجزئيه تدي ابتدائيه بس الابتدائيه ما تديش، فهي اختصت بنظره ارضيه وطلعت حكم لم يتجاوز 10,000، اذا الحكم هنا حكم نهائي مع انها اول ايه، ومع ذلك الحكم اصبح نهائي لانه لم يتعدى النصاب، لانه لم يتعدى. هذه هي الاحوال التي يكون فيها الحكم حكم نهائي، وبالتالي يتم تنفيذه بالشكل العادي رغم صدوره من اول درجه. ما عنديش مشكله بقى بمعرفه الورقه اللي هتعد سند تنفيذي، عشان انت بتتكلم عن حكم طالع من عند محكمه اول درجه، فما عنديش غير حكم ايه؟ واحد، ما عنديش غير حكم ايه؟ واحد. فخلاص هو ده او هي دي الورقه اللي هتعد سند ايه؟ تنفيذي. طيب حكم طلع من عند محكمه الدرجه الثانيه، حكم طلع من عند محكمه الدرجه الثانيه، حد يقدر يقول عليه مش نهائي؟ انت بتهزر؟ هذا حكم صدر من محكمه الدرجه الثانيه في الاب الاستئناف، ما هي الدرجه الثانيه هي دي الاستئناف، والاستئناف لا يكون الا مره، فهو حكم نهائي اكيد، فيتنفذ نفاذ عادي، فيتنفذ نفاذ عادي. بعد اذنكم لو سمحتوا وانا شغال، معلش انا اسف، ما حدش يطلع بره القاعه، معلش معلش. الحكم طلع من عند الدرجه الثانيه فهو نهائي، فلما يجي يتنفذ يتنفذ نفاذ عادي. حكم طالع من عند محكمه النقض، حد عنده شك انه نهائي؟ لا تهزر، انت بقول لك الدرجه الثانيه بتديني احكام نهائيه، فما بالك بالنقض. حكم محكمه التماس اعاده النظر، انا بقول لك الدرجه الثانيه بتديك احكام نهائيه، فما بالك بحكم محكمه التماس اعاده النظر. اوريدي هو حكم نهائي، وبالتالي لا يقبل الطعن عليه الاستئناف، وبالتالي لا يقبل الطعن عليه الاستئناف. طب انا عندي مشكله صغيره قد كده، استاذ هدير انا عارف ان الحكم لما يطلع من عند الدرجه الاولى، او اسف، يطلع من عند الدرجه الثانيه، يطلع من عند محكمه النقض، يطلع من عند محكمه التماس اعاده النظر، اذا فهو حكم نهائي، وبالتالي لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف، فهو حكم حائز ثبوت الامر المقضي، وبالتالي بيتنفذ بطريق النفاذ. بس المشكله فين؟ ان انا قدام محكمه درجه ايه؟ ثانيه، يعني هتديني ايه؟ او انا قدام محكمه نقض فهتديني حكم، انا قدام محكمه التماس اعاده نظر فهتديني اوريدي، انا معايا حكم قبل كده، معايا حكم الدرجه الاولى فاخدت حكم محكمه الدرجه، معايا حكم محكمه الدرجه الثانيه فاخدت حكم نقض، معايا حكم محكمه الدرجه الثانيه فاخدت حكم محكمه التماس اعاده النظر، فانهي حكم فيهم هيعد سند تنفيذي؟ أنا الحكم فيها هتروح بيه عند إدارة تنفيذ الأحكام وتخبط عليهم عشان يطلع لك مدير إدارة التنفيذ يبعتك لمحضر التنفيذ تقدم طلب التنفيذ فتبدأ تنفذ؟ أنهي ورقة فيهم هتعد سند تنفيذي علشان أعرف أشتغل؟ الناس اللي قدامي فاهمة أنا بقول إيه؟ عشان أعرف أشتغل، الناس اللي قدامي فاهمة أنا بقول إيه؟ مش فاهم يشاورلي بس يا إخوانا، يشاورلي بس، ما يقولش أنا مش فاهم. طيب طيب انا ما عنديش مشكله في ان الحكم النهائي هو اللي بيتنفذ نفاذ عادي، والله لو كان طالع من درجه اولى ساعات بيكون نهائي وبيتنفذ نفاذ عادي، واكيد طبعا لو طالع من درجه ثانيه ولا طالع من نقض ولا طالع من التماس اعاده نظر اوريدي هو نهائي، لانه لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف، وبالتالي بيتنفذ نفاذ عادي، وبالتالي يتنفذ نفاذ عادي. المشكلة عندي امتى او المصيبة تبقى فين؟ في معرفة الورقة اللي هتعد سنة التنفيذ، أنت حضرتك واقفة قدام محكمة الدرجة الإيه؟ التانية، فأخدتي حكم محكمة الدرجة الإيه؟ التانية، بس أكيد طبعًا أنت معاك الحكم بتاع الدرجة الإيه؟ أنهي فيهم اللي أنت هتعتبريه أو اللي هيعتبره المشرع سنة تنفيذي فنروح ننفذ بمقتضاه؟ أنهي فيهم اللي هيعد سند تنفيذي؟ هل حكم الدرجة الأولى ولا حكم الدرجة التانية؟ أو 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 أنا دلوقتي قدام محكمة النقض فأوريدي هاخد منها حكم، هو أنا بينفع أروح لمحكمة النقض قبل ما أعدي على محكمة الدرجة الثانية؟ طب محكمة النقض إدتني حكم، طب ما أنا معايا محكمة الدرجة حكم محكمة الدرجة الثانية، أنهي فيهم اللي هيعدي سند تنفيذي؟ أنا ما عنديش مشكلة
لو حكمك طالع من عند الدرجه الاولى، بس لازم يكون نهائي. ايوه خلاص، الحكم نهائي وهو حكم درجه ايه؟ اولى، فهو حكم واحد، فهو ده اللي بيعدي سند. مشكلتي لما يكون معايا حكم صادر من الدرجه الثانيه، او حكم النقض، او حكم الالتماس اعاده النظر، فانا كده معايا ورقتين، معايا حكمين، فاي منهم هيعدي سند تنفيذي. تعال نتكلم مبدئيا عن به احكام محاكم الدرجه الثانيه التي تعدي سندات تنفيذيه. يا ريت حكم الدرجه الثانيه يلغي حكم اول درجه، يا ريت، فهيبقى الدرجه الثانيه هو السند التنفيذي لالغاء ما جاء بحكم الدرجه الاولى. يعني تخيلوا كده يا ناس، تخيلوا يا استاذ. طبعا تاني يا اخوانا بنكرر تاني عشان العلم بالشيء، الناس كلها لازم تبقى فاهمه. المحاضره هنصورها وهتنزل على بيج احنا الطلبه، فاللي مش عايز يظهر الصورة أو مش عايز يبقى موجود في الفيديو يبقى نفسه كده ما يقعدش قدام، يبقى يقعد ورا. وعامة الناس اللي قاعدة هي تقريبا الكاميرا مش جايبة غير البرج. تاني، احنا بنتكلم عن درجات التقاضي في مصر، ده مش موضوع سؤال عندنا في التنفيذ الجبري، بس كل الأحكام اللي هناخدها وهتبقى متعلقة بأحكام التنفيذ الجبري بتجبرك تبقى فاهم يعني إيه محكمة درجة أولى ويعني إيه محكمة درجة تانية. ولازم تفهم امتى الحكم يكون نهائي. انا عرفت ان الحكم نظر امام محكمه جزئيه، ما عجبنيش الكلام، رحت استأنفت في المحكمه الابتدائيه عشان هي جواها دوائر اسمها دوائر الاستئناف. طب انت بعد ما بتستأنف الحكم وتروح عند محكمه الدرجه الثانيه طلع الحكم برده ما عجبكش، هل انت كده مت؟ لا، انا لسه عندي نفس ممكن اتنفسه. ليه؟ اصل انا بروح عند محكمه الايه؟ النقض. كل المحاكم اللي غير النقض اقدر اقول عليها محاكم مواضيع عشان هي بتنظر الموضوع، انما محكمه النقض ما بتنظرش مواضيع، فهي محكمه قانون. يعني ما نروحش نقف قدام قاضي النقض ونقول اصل الملكيه وهو اغتصبها وهو خبطني وهو خد البتاع وجري، مفيش كده، مفيش موضوع يتحكي قدام محكمه الايه؟ النقض. انت لما بتعمل نقض فبتقدم صحيفه الطعن بالنقد، فبتبني نقدك للحكم على اسباب. اسبابك للنقد لازم تكون ليها علاقه بمخالفه الحكم للقاعده القانونيه. فانت بتروح قدام محكمه النقض عشان تقول لهم ان القاضي خالف في القانون في اصدار الحكم. ساعتها ممكن النقض بتاعك يقبل. ولو قبل النقد، اوعى برضه تفتكر ان محكمه النقض هتقعد تلغي في الموضوع. محكمه النقض بتبعتك على المحكمه اللي انت جاي ايه؟ جاي منها. اذا انا عندي سؤال، متى يعتبر الحكم نهائي؟ هل لما يستنفذ طرق الطعن فيتسمى الحكم نهائي؟ دي مقوله خاطئه. ما اقدرش اقول ان الحكم يبقى نهائي لما يستنفذ طرق الطعن، لان طرق الطعن في منها الاستئناف والنقض، والحكم بيبقى نهائي حتى لو ما تخطاش مرحله النقض. اذا الحكم النهائي هو الحكم الغير قابل الطعن عليه بالاستئناف. هو مش قابل الطعن عليه بالاستئناف علشان هو استؤنف خلاص، فالاستئناف لا يكون الا مرة، او هو مش قابل الطعن عليه باستئناف علشان ما عاد استئناف اللي هم ال 40 يوم بتوع سنة ثالثة قانون مرافعات عدوا، فخلاص ما ينفعش استئناف. هيبقى الحكم مش قابل الطعن عليه بالاستئناف ان لم يتجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الصادر عنها الحكم. مش مهم، هنفهم كمان شوية. المهم في احوال معينة لا يجوز فيها استئناف الحكم، او تم الاستئناف وصدر الحكم من محكمة الدرجة الثانية والاستئناف لا يكون إلا مرة. إذا متى يعتبر الحكم نهائي؟ يعتبر الحكم نهائي لما يكون مش قابل الطعن عليه بالاستئناف. هو ليه مش قابل الطعن عليه بالاستئناف؟ مش مهم، هنعرف كمان شوية. المهم إن أنت تفهم إن الحكم بيبقى نهائي لما يكون مش قابل الطعن عليه بالاستئناف. طب استنى، هو مش قابل الطعن عليه بالاستئناف بس بيقبل الطعن عليه بالنقض. عادي ما يفرقش معايا. حتى مع قابلية الحكم للطعن بالنقض الحكم أقدر أسميه حكم إيه؟ نهائي. أصل الحكم النهائي هو الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف. بعد ما يتخطى الحكم مرحلة الاستئناف يحوز الحكم بقوة الأمر المقضي. الدكتور بتاعنا ما بيحبش يقول حجية الأمر المقضي، دي معلومة كده كان قايلها في كتاب الإسباب في السنة الثانية. بيقول إن الأحكام كلها تحوز حجية، لأن معنى كلمة حجية هي الحقيقة، الحجية عنوان الحقيقة. والمحاكم عندنا في مصر زي القطنه بتاعت مدام نظيفه بالظبط، ما بتكذبش،
كل احكامها عنوان للحقيقه مفيش كلام. امال الحكم اللي هو مش قابل للطعن عليه باستئناف يا دكتور بيبقى ماله؟ بيحوز قوه الامر المقضي، يحوز قوه الامر المقضي. فما هو الحكم الحائز لقوه الامر المقضي؟ هو الحكم النهائي. ما هو الحكم النهائي؟ هو الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف. كل الناس فهمت يعني ايه حكم نهائي؟ ده يمكن مش درس عندنا في التنفيذ الجبري بس احنا هنحتاج. اتفضل. علشان محكمة النقض مش محكمة موضوع، مش تقفي معاليكي قدامها تقعد تقول لك الغسيل نقط ازاي ونقط لا لا لا، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش رغي في المواضيع. انت بتروحي عند محكمة النقض لما يكون عندك اسباب قوية تقول ان الحكم خالف القانون، فهم يقولوا لك ارجعي بقى للمحكمة اللي انت جاية ايه منها. انما الكلام في الموضوع اصلا ايه؟ انتهى، وبالتالي اصبح نهائي لانه لا يقبل الطعن عليه باستئناف. اذا الحكم النهائي دايما هو الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه باستئناف. هل الاستئناف عندما اقوم باستئناف حكم ما، هل اسبب هذا الاستئناف بمخالفه قاضي اول درجه للقانون في تسبيب للحكم؟ يعني انت عايز تقول ان الحكم طلع من محكمه اول درجه بس هو طلع بالمخالفه لاحكام القانون، فانا هعمل استئناف ولا اتخطى واعمل نقض؟ لا ينفعش اتخطى. هعمل استئناف، هل في مذكره الاستئناف اقوم بتسبيب الموضوع على اسباب الحكم انها قد خالفت الموضوع، خالفت القانون؟ يعني سبب استئنافي للحكم مبني على ان القاضي خالف احكام القانون، انا اقدر استأنف في اي وقت ايا كان الامر، انا اقدر استأنف في الحكم بتاعي طالما ان الحكم اصلا مش عاجبني. هو ما بيعجبنيش ليه؟ هو ما بيعجبنيش لان الموضوع مش محكوم فيه كويس، او القاضي نفسه خالف القواعد القانونيه، فانا من حقي ان انا اعمل استئناف. كل ما هنالك ان انا عندي في القانون المصري او في النظام القضائي المصري ما ينفعش نتخطى درجات التقاضي، لما يبقى لسه انت في ايدك تعمل استئناف فانت ما تعملش ايه؟ ما تعملش نقض، فاحنا نعدي خطوه الاستئناف وبعد كده نروح عند محكمه النقض. طيب نسيبنا بقى من الكلمتين اللي اتقالوا عشان ده مش التنفيذ الجبري بتاعنا. لما نيجي نتكلم عن احكام التنفيذ الجبري. طيب الناس اللي اول مره تشوفني، الناس اللي اول مره تحضرني، الكلمتين اللي انا هقولهم مش هما الدروس. مش هبدا السؤال الاول اكتب في كذا ونشرح. اللي انا هحاول اعمله دلوقتي ان انا افتت قدامك كتاب التنفيذ الجبري. نعرف متكون ازاي ومن ايه؟ كم قسم؟ والقسم جواه ايه؟ وهندرس ايه؟ وهنمشي ازاي؟ دي حاجه هتفيدك قبل ما تذاكر عشان تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. كل الملازم اللي موجوده في السوق مقسمه التنفيذ الجبري لجزئين، عندي ملزم الجزء الاول وملزم الجزء الثاني. معلش. سواء انت معاك ملزمتي او معاك ملزمه مكتبه ثانيه ان كان الامر، مرجعنا في الاول وفي الاخر الكتاب. ارجع لكتاب التنفيذ الجبري بتاع الدكتور اسامه المليجي هتفهم ان التنفيذ الجبري ثلاث اقسام. الناس من قبل ما تدخل بتسال عن ملزمه عملي. الدكتور بتاعنا في التنفيذ الجبري مش بتاع ملزمه عملي. سلام ورحمه الله. الدكتور بتاعنا في التنفيذ الجبري مش بتاع ملزمه عملي، اوعى تكون فاكر نفسك ممكن تجيب ملزمه عملي وتقراها وتذاكرها وتحفظها او تبرشمها حتى وتاخدها الامتحان وتعرف تحل. اوعى تكون فاكر او تعتقد ده ممكن يحصل. تنفيذ جبري نص الامتحان عملي ونص الامتحان نظري. عمل التنفيذ سؤالين. في سؤال هل تعتبر الاوراق الاتيه سندات تنفيذيه ام لا؟ والله العظيم ما عندي درس في الكتاب بيتكلم عن انواع السندات التنفيذيه، ده قسم. ده جزء كبير، ما عنديش درس في الكتاب بيكلمك عن السند التنفيذي او الورقه اللي هتعتبر سند ايه. بس احنا مش هنسيب لا صغيره ولا كبيره من الاوراق التي تعد سندات تنفيذيه. احنا هنتكلم عن جميع انواع السندات. من فهمك للسند التنفيذي بشكل عام تبدا ترد على السؤال بتاع حدد الاوراق الاتيه تعتبر سندات تنفيذيه ام لا. قول لي بقى حاولين اللي ممكن يعمل ملزمه عملي يحط لك فيها الاجابه على السؤال بتاع الاوراق التي تعد سندات تنفيذيه. ما عندناش كده، ما عندناش كده. من الفهم العام تقدر تعرف جميع انواع الاوراق التي تعد سندات تنفيذيه. من الفهم العام للمنهج وبالذات للدرس اللي بيتكلم عن انواع السندات التنفيذيه لسه هنقسم دلوقتي ونعرف الدرس ده موجود فين، تعرف ترد على السؤال اللي بيتكلم عن الاوراق التي تعتبر سندات تنفيذيه، لسه العمل ما خلصش،
دول اربع نقط، يجيب لك اربع انواع من الاوراق او الاحكام ويسالك اذا كان ده ينفع يكون سند تنفيذي ولا ما ينفعش. لسه عندي اعلل او صح او خطا مع التعليل، يجوز ولا يجوز، يعني يجوز ولا يجوز. كل سطر في كتاب التنفيذ الجبري ينفع يجي في واحده يجوز ولا يجوز. انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ مفيش حاجه اسمها اجيب ملزمه عملي في التنفيذ الجبري، مفيش كده. بس انا هعمل ملزمه عملي في التنفيذ الجبري، بس برضه ينطبق عليها نفس الكلام، اللي هياخدها لوحدها عشان يذاكرها يفشل على طول. كل ما هنالك ان انت بتتدرب بس، انا كل اللي بعمله بحل القضايا اللي في المرشد، ويا رب على اعتقادي تطلع صح. انا بحاول بكلم كده احلها من الكتاب، يعني بغش. ما بعتمدش على المعلومه اللي عندي علشان احل الصح والغلط اللي بيجيبه دكتور اسامه المليجي، لازم اروح انقلها من الكتاب. من الكتاب وش؟ مرجع في الاول وفي الاخر الكتاب.